السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. اليوم غادي نعمل معكم فيديو لعمل الخميرة البلدية بطريقة سهلة وبسيطة اللي كانت واحد الأخت طلبتني نعمله. الخميرة البلدية فيها فوائد كثيرة، منصوحة للناس الكبار والصغار بدون كيماويات، والخميرة البلدية أيضا مفيدة بالنسبة للناس اللي بغاو يكون عندهم وزن مزيان، او بالنسبه للناس بغاو يهبطوا من الكيلوات الزائده. بقاو معايا باش نشوفوا هذا الفيديو. بسم الله. غادي نحتاجو في هذا الفيديو غادي نحتاجو قرعة الدجاج اللي غادي نعملو فيها الخليطة ديالنا، غادي نحتاجو الدقيق الكامل أو دقيق بنوعية ممتازة، نحتاجو الطاس اللي غادي ناخدو به القياس، طاس قهوة، وتنحتاجو ايضا 7 تمرات اللي غسلناهم. بالنسبة لي ما عندوش تمر، ممكن نعملو العسل او التفاح، اي مادة حلوة اللي غادي تساعد في عملية التخمر. وغادي نحتاجو ايضا الماء. تناخدو التمر ديالنا 7 تمرات، تنحيدو منهم العلف، وضعنا 7 تمرات في القرعة أو في العلبة لكم الاختيار. وبعد ذلك غادي نبداو نوضعو في الدقيق. هذه الطريقة سهلة وبسيطة في متناول الجميع، والخبز تيجي فيه واحد المذاق رائع، افضل من الخميره الكيماويه اللي تلقاو في المتاجر اللي تتكون عندها اضرار جانبيه بالنسبه للصحه ديالنا. ودابا تنبداو نوضعو في الدقيق بشوية بشوية، ونبداو تنبداو نوضعو بشوية بشوية. من الأفضل الخميرة فاش نعملوها نحطوها في واحد المكان دافئ في البيت بالنسبة لنا، سواء المطبخ أو الفرن، باش تكون النتيجة مزيانة. تنبداو تنحركو بشوية بشوية، خاصة نبداو نحركو بشوية بشوية حتى تيكون عندنا واحد الخليط متجانس. تنخلطو التمر والماء والفارين، الخبز تيجي رائع رائع. تنتمنى تجربوا هذه الطريقة. ممكن نصوبو به البطبوط، ممكن كاين اللي تيصوب به حتى الكروس اللي عندنا في الكروز بالسنجلان والنافع، تيجي زوين. تنزيدو طاس تانية، طاس قهوة،
طاس من الدقيق، خليت لكم الطريقة في الفيديو، المقادير في الفيديو. تنعملوا طاس تانية وتنبداو تنخلطو. تنبداو تنخلطو حتى تيبان لكم بأنه الخليط ولا مزيان ولا متجانس من جميع المواد اللي جمعنا هكا، حتى تيبان لكم الخليط ولا هكا ريحة زوينة طبيعية. الخميرة الملتية ما فيها حتى صعوبة، خاص غير الواحد يزعم وصافي. غادي نعمل هاد ليلاستيك، غادي نعمله في داير في القرعة باش نشوف الحد اللي خليت فيه الخميرة البلدية، وتالي غادي تنفخ كي تتشوفوا. تجي القضية سهلة باش تعطينا النتيجة النهائية، باش تبين لي أيضا الاختلاف بعد واحد المدة معينة. تنسدو عليها ونخليوها في شي مكان دافئ. ممكن إلا بينا نزربوها، بغينا نزربوها ممكن نعملوها في الفران ونعملو معها كسرونات ماء ساخن. القضية هتزرب لنا العملية التخمر. بالنسبة لي ما عندوش تمر، ممكن يعمل العسل أو التفاح، أي مادة حلوة عندكم. العسل أو التفاح أو التمر، أي حاجة حلوة تعطينا هاد النتيجة. كي تشوفوا الاختلاف كبير من المكان اللي خلينا فيه الإلاستيك الأزرق باش يبين لينا شحال طلعات، والنتيجه كانت مزيانه لانني وضعتها في الفرن ووضعت معها كاسرونه ماء ساخن وخليتها تفعل ليله كامله. ممكن فيما يبرد لكم الماء تعاودوا تسخنوا اذا كنتم مزروبين على الخميره البلديه. غادي نعجنوا بها الخبز ديالنا بالزريعات، الكتان، بالزنجلان، لكم الاختيار. ممكن تصوبوا الخبز بالقمح الكامل بالنخالة، أو ممكن تصوبوه بالدقيق العادي والذرة، يعطي أيضا نتيجة زوينة والمذاق تيجي رائع بزاف وصحي في نفس الوقت. إذا تشوفوا هذه الفكرة بسيطة في متناول الجميع، نتمنى هذه الفكرة تعجبكم ونتمنى تشاركوها مع أحبابكم. ونقول لكم مع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله، في أمان الله، مع السلامة.